شهدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط التوقيع على اتفاق بشأن منحة لمشروع الهيدروجين الأخضر بمصر، والتي سبق وتم إطلاقها من جانب الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية. يهدف المشروع إلى تحفيز التحول الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقيادة البلاد نحو الحياد المناخي في الصناعات كثيفة الموارد والطاقة. ويهدف المشروع أيضا إلى توفير 1330 فرصة عمل في مراحل البناء والتشغيل والصيانة للمشروع، فضلا عن إنتاج 70 ألف طن من الأمونيا الخضراء.